سلطان عمان يزور السعودية في أول زيارة خارجية له، والأزمة اليمنية على طاولة المباحثات. اليوم العالمي للسكان، العالم يبحث عن الصحة، ونساء اليمن يحتاجن للدعم الطبي. وقلق في لبنان بعد ارتفاع معدلات الشيخوخة. برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم تنطلق من استوديوهاتنا هنا في دبي. صباح الخير عليك يا رؤى. يسعد صباحك باسل. خلينا نبدا يا رؤى هذه الحلقه بالمباراه اللي يمكن سهرت الملايين في منطقتنا العربيه طبعا بسبب فارق التوقيت، مباراه كلاسيكو نهائي كوبا امريكا اللي انتهت منذ ساعات قليله. اخيرا وبعد اكثر من 28 سنه انتظار توجت الارجنتين باللقب بعد فوزها على البرازيل 1-0. اذا نقدر نقول باسل واخيرا انه قدر الاسطوره ليونيل ميسي انه قدر يفك النحس اللي لطالما لازم هذه السنوات الطويله الماضيه، ونجح في كمان التتويج باول لقب. طبعا هذا اللقب يعتبر دولي برفقه منتخب الارجنتين الذي توج بطلا لكاس امريكا الجنوبيه كوبا امريكا للمره ال15 في تاريخه. طبعا هذه المره رفع ميسي اللقب الاول مع منتخب الأرجنتين بعد أن خسر ثلاثة نهائيات لكوبا أمريكا أعوام 2007، 2015 و2016، وكذلك أيضا نهائي كأس العالم 2014. وربما البعض كان يعتبرها الفرصة الأخيرة لميسي مع منتخب بلاده لتحقيق بطولة تضاف لرصيده أو الخروج خالي الوفاض. فعلا باسل، يعني على العموم ما تعتبر هذه المتعة الأخيرة، وما نقدر نقول أنه هي انتهت، لأنه عشاق الكرة في انتظار مباراة أخرى ربما تكون هي أكثر إثارة الليلة ما بين إنجلترا وإيطاليا في نهائي البطولة ليورو 2020، البطولة الأكثر إثارة في تاريخ القارة العجوز. في أول زيارة رسمية له يصل اليوم سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى مدينة نيوم السعودية كأول وجهة خارجية له منذ توليه الحكم مطلع العام الماضي. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الملف اليمني. ومن المفترض أن يلتقي السلطان العماني والوفد الوزاري المرافق له كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. وتأتي هذه الزيارة في توقيت مهم حيث تتزامن مع تقارب لافت ما بين مسقط والرياض ورغبة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي ما بين البلدين في عدة قطاعات. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان في الزيارة العمانية الأولى إلى السعودية عدة ملفات، وأبرزها تطورات الملف اليمني والوساطة العمانية للوصول إلى حل، وإلى جانب مستجدات الملف النووي الإيراني، وطبعا تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات تجارية مشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 570 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي. بينما تتزامن هذه الزيارة أيضا مع قرب افتتاح أول طريق بري بين البلدين بطول 800 كيلومتر، وهو ما سيرفع من حجم التجارة بين السعودية وعمان. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا من الرياض الدكتور فواز بن كاسب العنزي الباحث بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا وسهلا بك دكتور فواز. العلاقات العمانية السعودية تشهد تقارب كبير في الفترة الأخيرة، السؤال ما دلالات هذه الزيارة واختيار سلطان عمان للمملكة العربية السعودية كأول وجهة خارجية له؟ شكرا، وأيضا شكرا لمتابعيكم عبر هذه القناة. بدون شك تأتي هذه الزيارة في ظروف تملي على جميع الدول في عملية التقارب والمحادثات السياسية، واختيار جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد زيارته الأولى والتاريخية للمملكة العربية السعودية وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله. بدون شك جميع الدولتين المملكة العربية السعودية وعمان تعتبران من أهم الدول في دول الجزيرة العربية، لا سيما وهما يتبوآن أيضا مكانة اجتماعية وتاريخية وموقع استراتيجي
هناك حدثت في المنطقة أو تمر المنطقة في أحداث اقتصادية وسياسية وأمنية تملي على الطرفين بأن يكون هناك تقارباً لكي يكون هناك تبادل المصالح وتبادل للمنافع. والمملكة العربية السعودية بدون شك تعتبر محوراً رئيسياً على مستوى الشرق الأوسط، والمملكة لديها من التنمية السياسية والتي انبثقت منها الرؤية 2030 والتي تحمل كثيراً من الأهداف والتي تتحقق في ثلاث محاور في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وزيارة جلالة الملك سلطان قابوس في هذه الظروف تأتي بأن هناك متغيرات حدثت. دكتور فواز، فيما يتعلق بالملف اليمني، عمان ربما تقود الوساطة ومحاولات الوصول إلى الحل، ما الذي ستبحثه مسقط مع الرياض في هذا الصدد بالتحديد؟ هو بدون شك يأتي دور سلطنة عمان بتغير من سياستها السابقة، وأصبحت دولة مهمة من خلال اللعب دور في عملية تعزيز المبادرة السعودية بتوقيف العمليات العسكرية بين قوات التحالف والجانب اليمني الحوثي والمدعوم من إيران. وأيضا سلطنة عمان تقوم بعملية هذا الدور وهذه الجهود الدبلوماسية السياسية نظرا لما تستشعره من أهمية في عملية اتساع دائرة السلام في منطقة الخليج العربي. بدون شك يعتبر عدم الاستقرار في اليمن ينعكس انعكاس تأثيرا سلبيا على الأمن القومي الخليجي العربي. نعم دكتور، يعني ودي أسألك عن شغلة، يعني الملف النووي الإيراني راح يكون حاضر أيضا على طاولة التباحث الثنائي، لكن كيف تقرأ هذا التباحث خاصة وأنه عمان يعني تربطها علاقة جيدة مع إيران؟ هو بدون شك كما ذكرت بأن عمان هناك في الملاحظ في يوجد تنمية سياسية داخلية وخارجية، والخارجية هنا الملاحظ بأن سلطنة عمان ممثلة بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد بأن يقوم بدورا إيجابيا نظرا لما علاقاتها القريبة من إيران سوف يعجل في عملية التباحث في هذا الملف النووي والذي يشكل أحد مصادر التهديد على منطقة الخليج العربي. ووجود الملف اليمني الملف الإيراني النووي ما زال في التفاوض الغربي الإيراني، سوف يكون هناك تبادل في وجهات النظر وتقريب لوجهات النظر لدول الخليج، لا سيما وهي دول تعتبر قريبة جدا من موقع الجغرافي. طيب. ويهمها أيضا الملف الإيراني لكي يكون هناك ضمان لموضوع الأمان النووي، وأيضا موضوع عدم التهديد بأن يتعدى هذا الملف السلمي إلى طيب دكتور فواز، أنت ذكرت لا يصبح تهديدا عسكريا. نعم أنت ذكرت أيضا أن التعاون الاقتصادي يعني سيكون جانب مهم جدا من هذه الزيارة، ولكن ما هي أبرز القطاعات التي ممكن أن نتوقع وجود أو توقيع اتفاقيات حولها؟ طبعا هناك إعلان ل 150 مشروعا في سلطنة عمان وتقدر ب 15 مليار ريال سعودي. هذه البيئة المحفزة داخل الحدود السياسية العمانية لرجال الأعمال وجميع القطاعات الصناعية والسياحية سوف تكون في محل الاهتمام، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية تعتبر من كبار الدول على المستوى العالم العربي وفي الشرق الأوسط، ولديها أيضا من الكثافة السكانية والتي سوف تستفيد من هذه الفرص التجارية والسياحية والصناعية. يعني بما أنك ذكرت يعني الناحية التجارية والاقتصادية، خليني هنا أسألك عن يعني المنفذ البري، هذا المنفذ لما يعني يتم افتتاحه كيف ممكن هو يساهم أكثر ويعزز تبادل التجارة ما بين السعودية وعمان؟
هو بدون شك هذا يعتبر طريق استراتيجي وأيضا منفذ بري حيوي وشريان، سوف يربط سلطنة عمان الشقيقة بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال عملية تبادل التجارة وأيضا الخدمات اللوجستية. نحن نعلم بأن الخدمات اللوجستية تحتاج من تصدير البضاعة والتخطيط لعملية نقل الصادرات سواء من عمان أو من السعودية، وأيضا وضعها في المدن الصناعية أو التجارية وتوفيرها بشكل مخطط له، وذلك من خلال هذا المعبر البري والذي يعتبر أهم واجهة الآن على مستوى منطقة الخليج العربي، والذي يربط كما ذكرت أختي سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية بمسافة تقدر 800 كيلو متر. هذا الطول ليس بالسهولة وإنما أتى بجهود مشتركة من الدولتين، وذلك للربط لكي يوفر كما ذكرت موضوع النقل البضائع بشكل سلس وبشكل سريع. شكرا. من الرياض الدكتور فواز بن كاسب العنزي الباحث بالشؤون الاستراتيجية والأمنية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بعد الفاصل في اليوم العالمي للسكان، مخاوف من تراجع أوضاع الصحة الإنجابية ومعاناة خاصة لنساء اليمن، ابقوا معنا. في 11 من يوليو من كل عام تطلق الأمم المتحدة فعالياتها للاحتفال باليوم العالمي للسكان، وتشير البيانات الأممية أن سكان الكوكب البالغ عددهم اليوم نحو 7 مليارات و700 مليون نسمة سيصبحون بحلول العام 2050 حوالي 9 مليارات و700 مليون إنسان. نعم، هذه الحقيقة ليست مجرد رقم أو حتى إحصائية عابرة، حيث تعمل المنظمة الأممية بالتعاون مع حكومات ومنظمات أخرى حول العالم لضمان حياة أفضل لسكان الكوكب من خلال التأكيد على أهداف التربية المستدامة التي تعتبر بمثابة ميثاق عمل لمختلف الدول والمجتمعات. وتتقاطع أهداف التنمية المستدامة مع يوم السكان في عدة أمور وأبرزها التالي: هناك الهدف طبعا الذي يسعى لتحقيق الصحة الجيدة لجميع الناس حول العالم، وبدون ذلك سيواجه سكان الكوكب أمراضا مختلفة ستعيق تطورهم ونمو مجتمعاتهم. وحول المنجزات في هذا المجال، تشير بيانات منظمة الصحة إلى أن وفيات الأطفال التي يمكن منعها شهدت انخفاضا بنسبة 50% عالميا، وانخفضت وفيات الأمهات بنسبة 45% في جميع أنحاء العالم. كما شهد العقد الماضي إنقاذ أكثر من 6,200,000 شخص من الملاريا. كما أن هناك أيضا هدف منح الجميع حقوقا متساوية ذكورا وإناثا، وهو الهدف الخامس للتنمية المستدامة. ومجرد إزالة هذه الفوارق سينعكس ذلك على النمو الاقتصادي والرفاهية. ولكن مع ذلك ما زالت النساء في المنطقة العربية وفق بيانات الأمم المتحدة تواجهن عوائق كبيرة أمام دخول سوق العمل والحصول على مناصب عليا، حيث أن معدل البطالة بين النساء يصل لنحو 20% مقارنة بنحو 9% فقط للرجال. كل هذا طبعا إلى جانب النسب المرتفعة للعنف الجسدي ضدهن، والتي تنتشر بين 25% من الأسر العربية. بعد مرور شهر على وضع ابنها، قررت آية محمد التوجه إلى الوحدة الصحية بقرية الروضة في محافظة الفيوم، استجابة لجولات الرائدات الريفيات التابعة لبرامج وزارة الصحة، ورغبة في تنظيم النسل، خصوصا وأنه طفلها الثالث، لتنضم لكثيرات جئن لنفس السبب. والله الدكتورة جاتني ودلت لي على الرضاعة وعن الحاجات اللي استخدمها بعد الولادة وكده، وقالت لي بعدين أجي أركب وسيلة هنا، بتجي دكتورة بتجي تركب وسيلة، وجيت الحمد لله يعني وخدت الحاجات اللي قالت لي عليها ومشي عليها كويس. بعد تقديم المشورة الطبية للسيدات واختيار الوسيلة الأنسب لكل منهن، تستمر المتابعة الصحية لهن في العيادات الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بشكل مجاني.
الست ما بتخش طبعا المركز هنا بيعملوا مشوره معاه، بيعرفوها بالوسائل عن طريق حاجه اسمها كافيتيريا الوسائل، بيبقى معروض كل جميع الوسائل الموجوده عندهم، بتعرفها عليهم، بتشرحها لهم، بتقول لهم بتشتغل ازاي، الاعراض الجانبيه ازاي بتاعتها، ازاي تتعالج الاعراض الجانبيه، وفي اي حاجه حضرتك طبيب الموجود هنا المنتفع بتخش عليه بيكتب لها العلاج اللازم لو في اي اعراض جانبيه من اي وسيله كانت. إلى جانب حملات التوعية المتكررة كهذه الحملة تحت اسم حقك تنظمي، التي تقدم ندوات توعية وخدمات طبية للسيدات والأطفال، هناك برامج مستمرة طوال العام تقدم للفئات المستهدفة بتنظيم النسل ما بين صحية وتنموية لتمكين المرأة. في نوع اللي هو اسمه قوافل الطبيب الزائر، ان انا بوفر طبقا لخطه طبعا والمستهدفات بتبقى متحضره، ان الطبيبه اخصائيه تنظيم اسره بتروح تقدم خدمات تنظيم الاسره في المناطق المحرومه. نوادي المراه هي فكرتها انها اداه جذب للمنتفع بنقدم لها من خلالها التوعية بشكل غير تقليدي، وفي الوقت نفسه بنعلمها حرفة بسيطة أو نشاط تساعدها في بيتها، أو ممكن في بعض الناس كتير أو بتبقى مصدر دخل لها. رغم ما يبذل من جهود في التوعية بضرورة تنظيم النسل وخدمات الصحة الإنجابية، لا تزال بعض التحديات تقف عائقاً أمام تحقيق الأهداف المنشودة من الدولة. فخلال التسعة أشهر الماضية زاد عدد المصريين بالداخل نحو 1,000,000 نسمة، ويومياً أكثر من 3,000 مولود جديد حسب إحصائيات رسمية، وهو ضعف ما تطمح إليه مصر تقريباً. التحديات إن أنا محتاج إن الإعلام طول الوقت يكون مركز في القضية، التحديات إن أنا محتاج إن أنا التعليم إن أنا أقضي تماماً على أمية بنات وستات مصر، وإن التعليم تخلق لي مناهج سكانية تكون للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. التحديات انك محتاج خطاب ديني يكون معاصر اكتر ويبقى فيه مراقبه اكتر على كل الزوايا وكل القرى. التحديات محتاج تمكين مرأة يكون اكتر. التحديات لسه محتاج حوافز ايجابيه. وحسب البنك الدولي، نجحت مصر في اتخاذ منحنى هابط في الزياده السكانيه وخفض معدلها من 2.27% عام 2013 الى نحو 1.91% في عام 2020. هاشم مناع، الحرة، القاهرة. ينضم لنا من القاهرة وعبر سكايب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والدول العربية الدكتور لؤي شبانة. أهلا وسهلا بك دكتور. التقرير الدولي الذي نشر اليوم أبرز ما ركز عليه هو الحقوق الإنجابية للجميع. السؤال، سبب اختيار هذه القضية في هذا العام؟ الحقوق الإنجابية أثبتت الدراسات التي قام بها صندوق متحدة للسكان بأن حق الاختيار إذا مورس من قبل النساء تنضبط معظم المؤشرات الديموغرافية والتنموية تلقائيا. لذلك الحق الإنجابي هو حق أولا من حقوق الإنسان، وثانيا هو حق أساسي للمرأة، وثالثا هو حافز لتعديل المسار التنموي على المستوى العالمي وأيضا على المستوى الإقليمي. طيب، ولذا من المهم جدا أن نتحدث عن واقع أنظمة الصحة فيما يخص الصحة الإنجابية للمرأة العربية بالتحديد، كيف هي اليوم؟ إذا تحدثنا عن المنطقة العربية، لا زال الاستثمار في القطاع الصحي هو استثمار متواضع من قبل الدول. يعني في أحسن الأحوال هناك 6% من الدخل القومي تنفق على الصحة، كما كان في لبنان قبل الأحداث الأخيرة، وفي أسوأ الأحوال هو 2.3% كما هو الحال في جيبوتي، وهذا بمجمله هو أقل مما هو مطلوب بكثير. مطلوب الاستثمار في الأنظمة الصحية. جائحة كورونا بيّنت لنا مما بيّنت أهم نتيجة، أن ما نعتقده قويا في أنظمتنا الصحية لم يكن صحيحا، بدليل أن هناك تبدلت الأولويات وكان هناك ضحايا نتيجة الجائحة، وأهم ضحية من الجائحة كانت النساء. كثير من النساء بسبب تغير الأولويات لم يعد بإمكانهن الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لم يعد بإمكانهن زيارة مراكز الأمم والطفولة. العاملين والعاملات الصحيات مراكز الطفولة تم تحويلهم لمجابهة الجائحة، وبالتالي المرأة في منطقتنا العربية وكما هو في كثير من المناطق تعاني بصمت شديد، وأولوياتها كامرأة وكإنسان هي ليست من ضمن الأولويات التي على سلم أولويات
الدول في كثير من الأحيان. طيب دكتور، يعني في سياق ما ذكرت، يعني ما هي أكثر التجاوزات اللي تحصل عربيا بما يخص المرأة أو صحة المرأة والأمومة والطفولة أيضا؟ دعيني أسميها تحديات أكثر من تجاوزات. التجاوز عادة هو شيء مقصود. لا أعتقد أن هناك أمرا مقصودا لمعاداة النساء في المنطقة العربية، ولكن هناك تحديات. أهم تحدي نواجهه في المنطقة العربية هو عدم المساواة، وهو حقيقة تحدي عالمي أيضا. هناك عدم مساواة شديد بين الدول. على سبيل المثال، في السودان معدل وفيات الأمهات حوالي 829 لكل 100 ألف ولادة، وهذا يقابله بالأرض العربية 3 وفيات لكل 100 ألف ولادة. نجد أن هناك عدم مساواة شديد بين الدول، وهناك أيضا في داخل الدولة الواحدة عدم مساواة كبيرة. وبالتالي المستوى والنظر إلى صحة المرأة بشكل شمولي بما فيها ما يعرف بالمحددات الاجتماعية لصحة المرأة، بما فيها التمكين الاقتصادي والتعليم والاستثمار في الطفلات والاستثمار في المراهقات واستخدام الرجال في دعم النساء وتعزيز الخطاب الديني وتوفير خدمات الصحة الإنجابية بشكل كفوء ومهني ومتناسب مع حاجات النساء، هو رؤية مهمة للتعامل مع هذه التحديات التي تواجه النساء في المنطقة العربية. طيب لو تحدثنا عن المساواة بين الجنسين وما يتعلق بالعنف أيضا القائم على النوع الاجتماعي، ما هي أهم التحديات في هذا الصدد في رأيك؟ عدم المساواة هو موجود في المنطقة العربية وموجود بشكل صارخ الحقيقة. حتى في النظام الصحي النساء مظلومات أكثر في معدلات الأجور، رغم أن 70% من الكادر الصحي هو من الفئة النسوية. ولوج النساء إلى سوق العمل أيضا فيه ما نسميه جندر جاب أو فجوة جندرية. يتعلق ذلك بالتعليم، يتعلق ذلك بالفرص، بالتمكين الاقتصادي، في الحصول على الخدمات، خدمات الصحية، خدمات الصحة الإنجابية، كل ما له علاقة في الجانب الاجتماعي والأجندة الاجتماعية، هناك فجوة بين النساء والرجال في المنطقة العربية. نعم. أيضا هناك فجوات أخرى. نعم. ليست تفضلي. طيب يعني هذا ما أشار إليه التقرير، يعني إلى الواقع الاقتصادي ربما يكون السبب كما ذكرت هو وجود الفوارق ما بين الجنسين، وأيضا يعني هذه الفوارق لها تأثيرات على واقع المرأة. يعني لو تفصل لي هي بشكل كما تراه، كما تحلل حضرتك. أنا برأيي موضوع الفجوات هو موضوع أساسي. نحن في المنطقة العربية لدينا فرصة ضائعة هي الاستثمار بالفتيات والمراهقات والاستثمار بقدرات النساء. في سوق العمل فئة غائبة، في التعليم فئة غائبة، فرصة ضائعة. وبذلك المساواة يجب أن تكون على سلم أولويات كل الحكومات، لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون المرأة فاعلا رافعا لتمكين المجتمعات والبناء الاقتصادي. كل ما تطلب مطمح الدولة له هو حله في الاستثمار في النساء. ملاحظة واحدة، تكلفة العنف المبني على النوع الاجتماعي للدول أعلى بكثير مما يتصور كثير من وزراء المالية العرب. الحقيقة قمنا بعدد من الدراسات خلال السنوات السابقة حول التكلفة الاقتصادية للعنف المبني على الاجتماعي، ونحن نتحدث بمليارات الدولارات سنويا تخسرها الدولة نتيجة استمرار العنف. وبالتالي يجب أن تتغير نظرة معالجة العنف من النظرة الشفقة والرحمة للنساء إلى أنها هذه مسألة اقتصادية تنموية بنيوية في كل دولة من الدول، ومعالجتها هو في مصلحة الدولة أولا قبل أن تكون في مصلحة النساء أو الضحايا الذين يتعرضون لهذا النوع من العنف. طيب ما مدى التفاوت عربيا في منح المرأة هذه الحقوق التي ذكرتها، وهل هناك أمثلة عربية ربما يمكن أن نقول أنها يحتذى بها؟ الحقيقة ليس كل الواقع العربي مظلم. نحن نتحدث في آخر 15% في كثير من الدول. يعني على سبيل المثال، دولة الإمارات العربية نجحت في تخفيض وفيات الأمهات إلى 3 لكل 100 ألف وفاة.
هي في الصومال أكثر من 900، هي في السودان 829، هي في دولة مثل تونس 33. وبالتالي هناك أمثلة نجحت في الاستثمار في النظم الصحية، ولكن الأمراض والقضايا الاجتماعية والقضايا التي تتعلق بالنساء هي عابرة للدول، ومعالجتها في دولة لا تكفي، يجب النظر إلى المسألة بشكل شمولي. على سبيل المثال، في بداية الجائحة كان هناك تخوف من انخفاض معدلات الخصوبة، وكثير من الدول رعبت من ذلك، وفي دول أخرى كان هناك تخوف من ما يعرف بالبيبي بوم أو كثرة المواليد ما بعد الجائحة نتيجة الحجر الصحي. المعالجة لهذه المسألة هي معالجة عالمية، الجائحة عالمية، والتعاون بين الدول عنصر أساسي في معالجة الجائحة. قضايا المرأة قضايا عالمية، هي ليست قضايا عربية، وليست قضايا إسلامية، وليست قضايا ماينوريتيز أو أقليات، هي قضايا تخص كل العالم، هي قضايا حقوق إنسان، وبالتالي التعاون والنظرة الشمولية لها من كل الدول هي عنصر أساسي في نجاحها. طيب يعني دكتور أو أستاذ لؤي، يعني هنا يكون في سؤال جدا مهم، كيف يعني اختلاف الأوضاع للدول ممكن أنه يعني يحقق التساوي ما بين نساء العالم؟ يعني هناك دول فقيرة ودول نامية ودول تعاني من نزاع ودول وضعها أكثر من ممتاز، إذن كيف ممكن نحقق التوازن بين اختلاف المناطق؟ التوازن يتم من خلال التعاون بين الدول والنظر إلى المشاكل التي تخص النساء على أنها مشاكل عالمية وليست مشاكل وطنية. لنأخذ مثال بسيط، نتيجة الهجرة التي حدثت خلال السنوات الماضية انتقلت مواضيع الختان اليوم إلى وسط أوروبا وانتقلت إلى وسط أمريكا، وبالتالي لا يوجد دولة محصنة ضد الأمراض الاجتماعية والأمراض الصحية والتحديات التي تواجه النساء ما دام هناك حراك سكاني. لذلك يجب على الدول الغنية أن تنظر إلى مساعدة الدول الفقيرة على أنه استثمار في المستقبل واستثمار في الإنسان، وهذه رسالة نبيلة يتوجب على جميع الدول أن تحملها. ونحن في الصندوق نسعى بشكل جاهد للتعامل والانخراط مع كافة قادة العالم من أجل أن تكون القضايا الصحية وقضايا الصحة الجنسية وقضايا المرأة قضايا عالمية، قضايا حقوق إنسان يتم التعامل معها من زاوية حقوق الإنسان وليس فقط من زاوية البعد الوطني الضيق، دعني أقولها بهذه الصيغة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح. المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الدكتور لؤي شبانة، شكرا جزيلا لك. الجائحة الصحية ضاعفت من تحديات النساء خاصة في مناطق النزاع، ففي اليمن يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان حاجة نحو 6 ملايين من النساء والفتيات في سن الحمل والإنجاب إلى الدعم، فيما تعاني أكثر من 1 مليون امرأة حامل من سوء التغذية، بالإضافة إلى ذلك تواجه نحو 114 ألف سيدة مخاطر عسر الولادة. بالكاد تشعر هذه الأم بالأمان على طفلتها البالغة من العمر 2 شهر بعد أن تمكنت من معالجتها بعد صبر طويل لما أصابها. تقول الأم إن هاجس انهيار النظام الصحي في قسم الصحة الإنجابية أرقها، وهي التي حصلت على رعاية صحية لابنتها منذ فترة قريبة فقط. أكيد لما جيت من البيت لهنا وأخاف لو ما علاقش الدكتور وأنت حامل طفل أكيد تعب. هذه الحاضنات في مستشفى الثورة في تعز توقفت عن العمل بالكامل منذ أكثر من 1 شهر بسبب نقص الكوادر المتخصصة والإمكانات اللازمة لها، هو الأمر الذي حرم العشرات من الأطفال الخدج وحديثي الولادة من الحصول على العناية الصحية اللازمة وسط توقعات بوفاة أطفال كانوا بحاجة لهذه الحاضنات لكنهم غادروا المستشفى بسبب إغلاق قسم الحاضنات. بسبب توقف الحاضنات لا يوجد كادر تمريضي ولا أخصائي أطفال، سبب مشاكل كبيرة، سبب لأن الطفل يموت، يعني ما بعض الحين يوصل لمستشفى للنقطة الرابعة ومستشفى تانية يكون قد مات الطفل، ما يقدرش ينقذونه لأنه خدك طفل خديج ما هو شيء مكتمل يكون. وفي ظل انتشار فيروس كورونا تركزت جهود السلطات الصحية على مكافحته، وهو ما ألقى بظلاله على أقسام الصحة الإنجابية في معظم المحافظات اليمنية.
تأثرت الصحة الإنجابية كذلك بشكل ملحوظ لعدم وجود الدعم الكافي والمتابعة من قبل الجهات المختصة وتوفير الإمكانيات اللازمة. ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن نحو 15% من النظام الصحي الذي لا يزال يعمل في اليمن أعيد تخصيصه للاستجابة لفيروس كورونا، فيما 20% من المرافق الصحية فقط تقدم خدمات صحية للأمهات والأطفال. في ظل المخاطر المحيطة بالسكان يتضاعف القلق على حياة الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل بسبب تدهور النظام الصحي وانعكاسه على الصحة الإنجابية في عموم البلاد. مجد الدين شكري، قناة الحرة، تعز. وبعد الفاصل، المخاوف في لبنان من ارتفاع معدلات الشيخوخة، ابقوا معنا. في إطار وسياق حديثنا عن أزمات السكان، سننتقل الآن لأزمة مركبة تواجه السكان في لبنان. ففي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية، صارت الهجرة ربما هي الخيار الوحيد أمام الشباب بحثا عن مستقبل أفضل بعيدا عن الوطن. الأرقام الصادرة عن الشركة الدولية للمعلومات توثق مغادرة نحو 33 ألف شخص من لبنان بشكل نهائي في عام 2018، في حين تضاعفت النسبة لنحو 66 ألف مغادر نهائي في العام 2019. ويتوقع الباحثون أن تقفز هذه الأرقام لمستويات غير مسبوقة خلال عام 2021، نظرا لإغلاق المطارات وقيود السفر التي فرضها الوباء طيلة عام 2020. ربما المشكلة لا تقتصر على خروج الشباب من البلد بحثا عن مستقبل أفضل، وإنما ترافق معها أيضا ابتعادهم داخليا عن مؤسسة الزواج، نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية التي تمنع الشباب من تحمل تكاليف هذه الخطوة، وهما يجعل لبنان في مواجهة معدلات مرتفعة لشيخوخة السكان وصلت لنحو 23%، أي ربع السكان وفق تقديرات الشركة الدولية للمعلومات. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد منظمة الأمم المتحدة إلى افتقار لبنان لقانون خاص بكبار السن يشتمل على تعريف محدد لهذه الفئة الاجتماعية أو حتى تحديد حقوقها والخدمات الحكومية المستحقة لها، وهو ما حاولت هذه المنظمة، منظمة الأمم، بالتعاون مع الجهات المحلية تداركه من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن 2020-2030، التي تختص برسم سياسات وبرامج متكاملة حول كبار السن بهدف حماية وأيضا تمكين كبار السن وضمان حياة كريمة لهم. هذه الخطوات طبعا مهمة جدا في لبنان، خاصة مع استمرار كبار السن في العمل لسنوات طويلة، وهو ما يعني بحسب الأمم المتحدة غياب شبكات الحماية الاقتصادية والضمان الاجتماعي لهم. لا يزال العم جان السبعيني يقصد المتجر لتصليح الإلكترونيات بشكل يومي، وهو مصدر رزقه الوحيد في شيخوخته التي بحسب تعبيره لم تؤمن الدولة اللبنانية شيئا لضمانها. أنا قاعد لحالي، مرتي توفت، ما حدا عم يساعدنا، طلع قاعد لا في كهرباء لا في شيء. إجاني فاتورة مبارح 500,000 فاتورة، كيف بدي يدفعون؟ معاناة جان لا تختلف كثيرا عن معاناة أبو روجي الذي احتجزت أمواله التي جمعها في المصارف. أول شيء معيشة مش مضبوطة، ثاني شيء شو بدي أقول لك، يعني إكراميته مش محفوظة، ثالث شيء مساعدات ما بتجي، رابع شيء إجينا شوي مساعدات من الجيش وقفوها. طيب كيف بدها تعيش الإنسان؟ كيف يعيش؟ المبادرات الفردية كالتي يقوم بها الممثل اللبناني جورج دياب تعد جزءا من حل المشكلة عبر مساعدة المسنين بما تيسر من مال وطعام ودواء، إلا أنها بحسب قوله غير كافية. الختيار بلبنان وكتار منهم معبين الشوارع، وهيدي شغلة مش معقولة. يمكن الحاضر اللي عم نعيش فيه ما بيسمع، بس كمان مش لازم ينسمع لختيار يعيش كأنه شيء مسدود بالحكورة أو مسدود على الطريق أو على الرصيف. جرد الختيار اللبناني من أهله
وجردوه من بيته وجردوه من كل شيء له حقوق. وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وضعت استراتيجية وطنية لكبار السن، هدفها إنشاء مظلة لحماية هذه الفئة المهمشة وتوفير الدعم اللازم لرسم خارطة طريق لتمكينها، إلا أن تنفيذها لا يخلو من المعوقات. فلبنان يعاني ما يعانيه من تثاقل الأزمات المالية والاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا، وأخيرا وليس آخرا انفجار المرفأ، وبالإضافة إلى كل ذلك لبنان يستضيف أكثر من 1.5 مليون النازح السوري وحوالي 350 ألف لاجئ فلسطيني. كل هذا يزيد من حدة الأزمة ويجعلنا أمام واقع صعب جدا لإيجاد سبل لتمويل هكذا استراتيجيات تحمي هذه الفئات التي تزيد حاجتها يوما بعد يوم. الإحصاءات تشير إلى أن لبنان يتجه نحو الشيخوخة بوتيرة سريعة، وربع سكانه سيصبحون من المسنين بحلول عام 2050. متعددة هي الصعوبات التي يواجهها المسن اللبناني، تبدأ بغياب ضمان الشيخوخة ولا تنتهي بوقوفه بالطوابير الطويلة أمام محطات الوقود أو في انتظار الدواء أو أمام المستشفيات. شأنه شأن كل الفئات العمرية اللبنانية التي تولد وتكبر وتشيخ على الإهمال والتهميش. من بيروت، جوال الحاج موسى، الحرة. والحديث أكثر تنضم إلينا الآن من بيروت رئيسة مركز الدراسات لكبار السن في لبنان وعميدة كلية الصحة في الجامعة الأمريكية في بيروت، الأستاذة عبلة محيو السباعي. أهلا بك وصباح الخير وشكرا لانضمامك إلينا اليوم أستاذة عبلة. يعني في البداية لو تحدثنا أن الأمم المتحدة سبق وأن انتقدت غياب قانون خاص بكبار السن في لبنان، في البداية ما أهمية مثل هذه القوانين بشكل عام في رأيك؟ أول شيء صباح الخير وشكرا للاستضافة. قبل ما أقدر جاوب على هذا السؤال بخصوص قانون خاص لكبار السن، خليني بس حط سياق محدد وإحصائيات ديموغرافية لكبار السن في لبنان. يمتلك لبنان أكبر نسبة من شريحة كبار السن يلي هي منعرفها نحن 65 سنة وما فوق حاليا بالمقارنة مع الدول العربية، وهذه النسبة ستضاعف في العشرين السنة الماضية بشكل حتصير حوالي 20%. يعني عم نقول هون إذا أخذنا من خمس أفراد سكان حيكون في عنا شخص هو من كبير السن، وبهذه الحالة ستتفوق أعداد كبار السن أعداد صغار من العمر، وهذا عنده تداعيات اقتصادية ومجتمعية على العائلة وعلى المجتمع. والعوامل اللي هي بتأثر، نحن معروفة مثل ما ذكرتوها قبل شوي عوامل عديدة هي بتأثر على نسبة شريحة الزيادة في نسبة شريحة كبار السن في أي وطن، هي عوامل صحية وعوامل مجتمعية، وأيضا هي بسبب انخفاض الوفيات والولادات في أي مجتمع. ولكن بحب ركز على عامل أساسي اللي هو عامل الهجرة، هجرة الشباب إلى أماكن أكثر أمنا في سبيل لقمة العيش. ونحن عم نعرف أنه لبنان مر على مدى السنوات الماضية بكثير من الأزمات والحروب، وكان في عنا موجات من الهجرة، ونحن عم نشهد هلأ هجرة كتير قوية من الشباب، وهذا حيأثر مستقبلا على نسبة كبار السن في لبنان. وبالعودة إلى سؤالك حول قانون مخصص لكبار السن، نحن لا نقارب قضايا الشيخوخة وكبار السن من منظور قانون مخصص لأنهم، ولكن من خلال استراتيجية. ليه بنعني استراتيجية؟ لأنه هي عابرة للقطاعات، ولما بنحكي عابرة على القطاعات يعني نحن بتتدخل فيها القطاع العام، القطاع الخاص، وحتى منظمات المجتمع المدني. ومن هنا أهمية استراتيجيات التي تتشابك فيها جميع الاستراتيجيات، ومنحاول نحن ندخل قضايا كبار السن في جميع خطط العمل والاستراتيجيات والأعمال التنموية في أي مجتمع. ومن هنا كانت الاستراتيجية اللي نحن أطلقناها الشهر الماضي حقيقة بلبنان كانت تشاركية وتوافقية مع جميع القطاعات وبالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأسوا واليونفبي. وهذا ربما هو سبب حديثنا اليوم، يعني الإعلان مؤخرا عن هذه الاستراتيجية المهمة، الاستراتيجية الوطنية لكبار السن التي جاءت لتعديل الوضع. ولكن السؤال، هل ستنجح في تحسين واقع كبار السن في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ضخمة جدا؟
حقيقة مش أزمة واحدة، أزمة اقتصادية. نحن عم نعاني هلأ من عدة أزمات متتالية، أزمة صحية، أزمة اجتماعية، أزمة مالية، أزمة اقتصادية، أزمة بيئية، وفينا نقول أزمة وجود حتى. يعني نحن هلأ عم نتساءل هل لبنان سيبقى وطن في هذه بين الوطن بين دول الوطن العربي. ومن هون فينا نقول أنه هل الحكومات والسياسات ستلحظ قضايا كبار السن؟ ونحن نعرف أنه حتى في زمن السلم وفي زمن الرفاه المجتمعي قضايا كبار السن لا تلحظها ولا تكون من الأولويات في السياسات التي تقوم بها الحكومة وتقوم بها الدول، لأنه هي بتركز على فئات عمرية أخرى، فئات الطفل مثلا، الطفولة، الشباب والمرأة، ولا تلحظ كبار السن في هذه السياسات عامة. وما بالك في حالات مثل الحالة اللي عم نعيشها نحن في لبنان، هالأزمات اللي عم نشوفها هلا. ومن هون اجت استراتيجية تحط حجر الأساس نحو لحظ كبار السن في جميع الاستراتيجيات التنموية في لبنان. وحطينا ركزنا على عدة محاور فيها حتى تكون شاملة. ركزنا على ضمان الصحة الجسدية والنفسية لكبار السن، الأمان الاجتماعي والاقتصادي. حكينا ركزنا كثير على بيئة آمنة وداعمة لكبار السن، مثل ما بنقول احنا بالانترناشنال كوميونيتي هي ايج فريندلي سيتيز. حكينا كمان على دور العائلة ومساندة بين الأجيال، وكمان اتطرقنا إلى بعض الفئات المهمشة من كبار السن اللي خصوصا هي في حالات النزاعات والحروب مثل اللي هلا عم نشوف. طيب استاذه عبله، ولكن ايضا شددنا على مبادئ توجيهيه في هذه نعم، ولكن وفقا ايضا للتقديرات الامميه اكثر من نصف سكان لبنان يواجهون الفقر. كيف ستضمن هذه الاستراتيجيه حياه كريمه لكبار سن في مثل هذا الوضع؟ مثل ما تفضلت وقلت، حقيقة نحن نعاني هلأ بأزمة اقتصادية سيئة جدا، وأكثر من نصف سكان أو 60% من سكان لبنان هنا تحت خط الفقر، وما بالك على ما بنحكي على كبار السن اللي ما بكون عندهم، اللي صاروا في سن التقاعد وليس عندهم مدخول. ولذلك شددت استراتيجية على حماية كبار السن ما بعد التقاعد. شددنا فيها على أساس لازم يكون عندنا حماية اجتماعية عادلة لجميع كبار السن، ما بتكون مرتبطة قطاعات العمل، لأنه نحن مثل ما بنعرف عندنا جهات ضامنة عديدة في لبنان، وهذه والتقديمات والخدمات الصحية والاجتماعية من المعاش التقاعدي وغيرها تتفاوت ما بين القطاعات، وهي أكثر عدلا وأكثر إنصافا في القطاع العام منها في القطاع الخاص. يعني إذا بدي أعطي مثلا عن القطاع الخاص، نحن بنعرف أنه الموظفون في القطاع الخاص عند التقاعد كل شيء بيطلع لهم كان في لمسمب، يعني رزمة مالية بحطوها بالبنك. ونحن بنعرف هلا اللي عم بصير عنا من ضعف بالقوه الشرائيه للعمله الوطنيه، خسروا مدخراتهم كبار السن اللي اخذوا هيدي الرزمه من المال من الضمان الاجتماعي، خسروا اكثر من 90% من قيمتها الشرائيه. ولذلك شجتنا على باستراتيجيه على اشراك وجعل هذه الحمايه الاجتماعيه اكثر عدلا ما بين القطاعات جميعا، اذا عم نحكي بالقطاع العام والقطاع الخاص. وايضا شددنا على مجموعه من الكبار السن اللي ما بتدخل، اللي هن ما بكونوا هن موظفين لحسابهم، او هن بكونوا في قطاعات مثل الزراعه مثلا، او مثل الاعمال المنزليه اللي هي ما بتلحظها ولا اي من وضحت الفكره. انا اشكرك المجتمعية. شكرا جزيلا. وايضا شددنا على اهميه ايجاد حلول للخدمات الصحيه. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، رئيسة مركز الدراسات لكبار السن في لبنان وعميدة كلية الصحة في الجامعة الأمريكية في بيروت الأستاذة عبلة محيو السباعي، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى غزة. شركات مقاولات عديدة تعمل على شراء المواقع والمنازل التي تعرضت للقصف للاستفادة من مخلفاتها كالحديد والحجارة، وأصبحت هذه عادة لدى الفلسطينيين بعد كل حرب. ما تقوم به الشركات هو فرز المخلفات وإعادة تدويرها وأيضا تحويلها لمواد بناء، وأيضا تباع لتجار آخرين لاستخدامها في أعمال البناء والترميم.
فرصة عمل حصل عليها أبو ناهض لدى إحدى شركات المقاولات يجمع الحديد من أنقاض المباني التي تعرضت للقصف خلال التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الأخير. إحنا والله زي ما أنت شايفة بنعدل الحديد هذا عشان الناس تستفيد منه، لأنه اليوم الحديد الجديد ب 4000 شيكل، في ناس وضعها سيء صعب، بتقدرش تشتري حديد جديد، وهذا إيش بنعدله؟ نوفر لهم عشان الناس نساعد الناس يعني في البنيان. في الثلاث حروب اشتغلنا في الحديد هذا، انت شايف ما فيش بديل يعني الشغل، ما انت شايف الوضع صعب ما فيش غير الشغل هذا البديل، عشان هيك يعني احنا مثلا في شغله ثانيه احنا يعني حدادين بنشتغل، شايفه كيف؟ فاحنا ما فيش بديل الا غير الحديد هذا. ليس اسلوبا جديدا على غزه ان تشتري شركات المقاولات انقاض المباني المهدمه وتاخذ منها الحديد والحجاره لاعاده تدويرهما واستخدامهما في انشطه البناء. ناخذ المباني بازالتها تمام، بنفرز طبعا الحديد والردم، الردم بنبيع للكسارات بعد تدويره وهيكليته بصير ايش حصمه، بيستخدم للحاجات بسيطه للارضيات اسوار حاجات خفيفه، بالنسبه للحديد بنستخرجه بنعدله برضه نفس الآلية، بيستخدم بتشرك في الجديد وبيستخدم برضه بالحاجات الخفيفة مش من المباني الحديثة أو الجديدة. على مدار السنوات السابقة اكتسب العاملون في مجال المقاولات خبرة في توفير الحد الأدنى من احتياجات البناء من مخلفات الحرب، ويتم استخدام هذه المواد لأغراض ثانوية في شق الطرق أو الترميم. في ظل شح المواد البناء وأيضا إقفال المعابر وعدم السماح بدخول الحديد، لابد أنه يكون هناك استخدامات يعني احنا لا نشجعها في المباني، والوزارة سوف تقوم بعملية مراقبة لهذه الاستخدام حتى لا يستخدم يعني في بطريقه غير مناسبه، لكن يعني التجارب علمتنا ان نستخدم يعني اعاده تدوير كل شيء. حتى الان تم ازاله ما يزيد على 50% من ركام المباني، ومن المتوقع ان تنتهي هذه المرحله خلال فتره قصيره بانتظار الاعلان عن بدء مرحله اعاده البناء. تتهدم البيوت لتتوفر فرص عمل لعاطلين وإن كانت في إزالة الركام، انتظاراً لبدء عملية إعادة الإعمار علها تساعد في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي في قطاع غزة. وسام ياسين، الحرة، غزة. أما الآن فدعونا نأخذكم لنتعرف سويا على فن الكف في مصر. الكف هو فن شعبي تشتهر به إحدى القرى المصرية في أسوان، وهو عبارة عن رقصة يؤديها الكفافون أمام المطرب الشعبي، وحتى اليوم تفضل القبائل العربية في الصعيد إحياء مناسباتها على إيقاعات الكف. ليلة استثنائية لأهالي هذه القرية الصغيرة في محافظة أسوان، فمنذ ساعات ينتظر المئات صعود مطرب الكف الشعبي ياسر رشاد لإحياء حفل زفاف أحد أبناء القرية. ياسر رشاد هو نجل أحد أهم فناني هذا اللون الشعبي المنتشر في المحافظات الجنوبية من مصر، وسمي بالكف نظرا لشكل الرقصة التي يؤديها الكفافون أمام المطرب وإيقاعها الذي يضبط عليه الموال، حيث يلقي أحدهم بخانة شعرية ويجب على المطرب أن يرد عليه بنفس الوزن والقافية. ده بقى اللي بيميز فن الكف، انه فن ارتجالي وفن ليس محفوظ، يعني انا مش باجي من البيت عامل بروفات او باجي من البيت حافظ اللي انا هقوله، لا انا بروح الليله وانا وحظي. يعني هو بيستند على المذهب من الكفاف، عشان كده سمي فن الكف. فن الكف قبل ما يبقى فيه فنان وفيه فرقه ففي كفاف، الكفاف هو ده عصب الفن، كون ان انت يحصل حته التفاعل يعني او الانسجام يعني لازم يكون في انت بتوصل لهم احساسك، هم بيصدقوا احساسك بيعيشوا الحاله بتاعتك، ده الهرمون اللي بينك ما بين جمهورك. ساعه تلو الاخرى يتواصل السامر، يستمتع الجمهور ويندمج، فحتى الان تفضل القبائل العربيه في الصعيد احياء مناسباتهم بفن الكف عوضا عن استخدام الاغاني الحديثه، ولهذا الفن مريدون وعشاق يتتبعون لياليه اينما وجدت. في رقص وفي هدوم وكله منسجم، الناس دي كلها اللي جايه بتسمع، مش جايه
خلاص ان هي بتقعد على الحصيره وخلاص على كده. الناس اللي جايه كلها بتسمع، كلها صاحبه كيف. الواحد لما يسمعش من الليله وتكيف منها ما يمشيش وراه. بحب الفنان والكف يعني زي نظام ارتجال وبلاغه وكده، فكلها قوافل منظمه فبتبقى حاجه حلوه يعني. الكف هو أحد فنون القول الارتجالية في المقام الأول، ويعتمد على سرعة البديهة والثقافة اللغوية الواسعة للفنان، ويرجع باحثون جذوره إلى قدماء المصريين. مبارزة القوافي والكلمات بين الجمهور والمطرب الشعبي تلهب حماس الحضور الذين يفدون من أماكن بعيدة لحضور سامر فن الكف، فهو حدث لا يمكن تفويته ويجعل من هذا الفن متربعا على قمة الفنون الشعبية في صعيد مصر. من قرية الرمادي بمحافظة أسوان جنوبي مصر، أحمد حسين، الحرة. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. وأكيد لا تنسوا ترسلونا بآرائكم على موقع البرنامج. في أمان الله. بدون شك تأتي هذه الزيارة في ظروف تملي على جميع الدول في عملية التقارب والمحادثات السياسية، واختيار جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد زيارته الأولى والتاريخية للمملكة العربية السعودية.